مهتدون معا نهتدي بإذن الله. لماذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتح باب الحمام ليلة؟ فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأمور الضارة المتعلقة بالجن والشياطين، حيث إن الحمام أو الخلاء هو منزل الجن والشياطين. فعن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن الجن غالبا ما يسكن في مواضع المعاصي والنجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإغلاق باب الحمام مع ذكر اسم الله تعالى، لأن هذا يمنع الجن من دخول بقية غرف المنزل ليلا. فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان جنح الليل فقوموا بإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فقال العلماء: الشيطان لا يفتح بابا مغلقا لأن الله لم يعطه قوة على هذا، وإن كان قد أعطاه ما هو أكثر منه وهو الولوج حيث لا يلج الإنسان. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: إن إغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة للأنفس والأموال من أهل العبث والفساد وهم الشياطين، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا حتى لا يختلط بالإنسان. فقد أخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن كيد الشيطان ضعيف، فإذا دخل المسلم بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الإنسان الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نغلق باب الحمام ليلا حتى لا تنتشر الشياطين في المنزل ليلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.